ما هي تأثيرات الانتخابات الأمريكية على أوروبا؟ الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة كان دائماً محل اهتمام في القارة العجوز على الصعيدين الرسمي والشعبي. في 2008 قام الرئيس باراك أوباما بزيارة إلى العاصمة الألمانية برلين في إطار حملته الانتخابية نذاك. منافسه الجمهوري في الانتخابات المقبلة ميت رومني قام بجولة أوروبية قادته إلى كل من بولندا وبريطانيا. غير أن أوروبا لا تمثل أهمية كبرى للناخب الأمريكي بحسب استطلاعات الرأي، كما أن مناظرات المرشحين التلفزيونية خلت من أي إشارة للعلاقات مع أوروبا. أعتقد أن ميت رومني يركز أكثر على أوروبا من باراك أوباما. يجب القول أن فترة اهتمام أمريكا بأوروبا على اعتبار أنها أهم منطقة في العالم قد انتهت، سواء ربح ميت رومني السباق إلى البيت الأبيض أو حافظ باراك أوباما على منصبه. نحن نعيش عصرا جديدا في السياسة الأمريكية، فأوروبا تعيش اليوم في سلام، كما أن وزنها الاقتصادي تراجع كثيرا في العقود الأخيرة مقارنة بآسيا. ومن الطبيعي أن الولايات المتحدة تركز اهتمامها أكثر على المناطق التي تشهد أزمات. ميت رومني كما باراك أوباما يتجه اهتمامهما أولا إلى القارة الآسيوية، فالحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تفرض نفسها عاملا أساسيا في تحديد السياسة الأمريكية تجاه المنطقة. في المقابل فإن الأزمة المالية في منطقة اليورو قد تجبر سيد البيت الأبيض الجديد على إيلاء أهمية أكبر للعلاقات الأمريكية الأوروبية في السنوات المقبلة.